والبداية كالمعتاد باستعراض النشاط الرئاسي. متابعين بقالنا يومين وجود سيادة الرئيس في العاصمة الفرنسية باريس. طبعا سيادة الرئيس بيشارك حاليا في قمة التمويل العالمي، بنتابع طبعا كل لحظة كل الجديد وكل المقابلات اللي بيعقدها سيادة الرئيس على هامش هذه المشاركة وهذه الزيارة. بالأمس التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وده على مأدبة غداء عمل أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس بقصر الإليزي تكريما له واحتفاء بزيارته لفرنسا للمشاركة في قمة الميثاق التمويل العالمي الجديد. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس إلى باريس معربا عن تقدير بلاده لمصر ومثمما الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، خاصة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، ومثمنا دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.